مشاهدينا في كل مكان، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. نحو 2 مليون تلميذ بمختلف مناطق الجمهورية التحقوا صباح اليوم بمقاعد الدراسة بالمؤسسات التربوية الابتدائية والإعدادية والثانوية في موسم دراسي جديد، أجواء العودة المدرسية لموسم 2015-2016 اختلفت باختلاف الاستعدادات والتهيئة التي شهدتها مختلف المؤسسات التربوية، ولكن رغم المساعي المكثفة لضمان عودة مدرسية طبيعية إلا أنها لم تخلو من بعض الانتقادات لسلطة الإشراف نظرا لغياب الإمكانيات ببعض المدارس. وفي هذا السياق أكد رئيس الحكومة الحبيب الصيد خلال زيارته لبعض المدارس صباح اليوم، أكد أن إصلاح المنظومة التربوية عملية مستمرة تتطلب تضافر جهود جميع الأطراف، أي الجانب الحكومي والأسري والإطار التربوي. وفي مسعى لحل الخلاف بين وزارة التربية ونقابة التعليم الأساسي، تم الاتفاق على عقد جلسة صلحية اليوم، ينتظر أن تجمع مبدئيا النقابة الأساسية للتعليم الابتدائي وممثلين عن الوزارة والمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل. الاتفاق على عقد هذه الجلسة الصلحية تم خلال جلسة جمعت أمس رئيس الحكومة الحبيب الصيد بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي. وأوضح الكاتب العام المساعد بالنقابة العامة للتعليم الأساسي الطاهر ذاكر، أوضح أن الجلسة ستخصص لمواصلة التفاوض حول مطالب قطاع التعليم الابتدائي، مؤكدا أن قرار إلغاء الإضراب المقرر تنفيذه غدا وبعد غد يبقى رهين نتائج هذه الجلسة الصلوحية. في اجتماع لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين، تم الاتفاق على تحديد جلسة استماع مع وزيرة المرأة والأسرة والطفولة حول عدد من النقاط التي تم طرحها اليوم، وهي ظروف عمل الأم خاصة في الريف، ومشروع قانون العنف ضد المرأة، والبحث عن كيفية حث العائلات على عدم حرمان الأطفال من الدراسة في المناطق النائية، والوقوف على واقع المحاضن ورياض الأطفال. دوليا نبدأ من القدس الشرقية، فلليوم الثالث على التوالي واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على المسجد الأقصى بعد أن اقتحم جنودها باحات المسجد، حيث اعتقلوا عددا من المصلين بتهمة التحريض ورشق الشرطة بالحجارة. وقد اندلعت الشبكات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي التي أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع وشبان فلسطينيين مرابطين داخل المسجد، ما تسبب في إصابة 17 شخصا أو 17 فلسطينيا. وفي خضم هذه التطورات ندد مجلس الوزراء الفلسطيني خلال اجتماعه اليوم بهذه الاعتداءات، مؤيدا قرار رئيس محمود عباس بالدعوة إلى عقد قمة إسلامية عاجلة لمواجهة ما تتعرض له المدينة المقدسة والمسجد الأقصى، فيما اعتبرت حركة حماس هذه الاعتداءات بمثابة إعلان حرب. قتل 13 شخصا على الأقل وأصيب 58 آخرون بجروح في قصف نفذه مسلحون على أحياء تقع تحت سيطرة الحكومة السورية في مدينة حلب شمال سوريا، فيما أدى تفجير انتحاري بسيارة مفخخة في حي بمدينة الحسكة إلى مقتل 7 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين. في الأثناء تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمضي قدما في دعم سوريا عسكريا وتقنيا من أجل مكافحة الإرهاب. وحث بوتين خلال اجتماع موسع لدول رؤساء دول منظمة الأمن الجماعي الدول الأخرى إلى الانضمام إلى روسيا في إرسال مساعدات فنية وعسكرية إلى الحكومة السورية. إلى ملف الهجرة إلى أوروبا، حيث قضى اليوم 22 مهاجرا غير شرعي أغلبهم نساء وأطفال بعد غرق مركبهم في مياه البحر المتوسط جنوب غرب تركيا، فيما تمكنت قوات خفر السواحل التركية من إنقاذ حوالي 200 مهاجر آخرين. ويواجه الاتحاد الأوروبي تدفقا غير مسبوق من اللاجئين الفارين من ويلات الحرب، ما دفع الشرطة المجرية اليوم إلى إعلان حالة الطوارئ في 2 من مقاطعاتها تزامنا مع بدء تطبيق قوانين جديدة لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين.
وفي ختام الموجز نشير إلى أنه بمناسبة عيد الأضحى المبارك يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بيومي عطلة، وذلك يومي الخميس 24 والجمعة 25 من سبتمبر الجاري حسب بلاغ لرئاسة الحكومة. شكرا على طيب المتابعة، نلقاكم في نشرة الثامنة بإذن الله.